السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. بارك الله فيك. أولا عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. تفضل. لو سمحت، كتير على مواقع التواصل الاجتماعي ناس بتقول دعوة 40 غريب مستجابة. لا أصل لهذا الكلام، واحذر وسائل التواصل لأنها لقيطة وكل يلقي فيها بما يريد. الصالحون يلقون فيها كلامهم الطيب المستلم من كتاب الله وسنة رسول الله، والمخرفون يقذفون عليها تخاريفهم. فانتبه لهذه الوسائل وفقك الله، لا أصل لهذا الحديث. طيب دلوقتي دعوة الغريب مستجابة ولا عمد؟ لا، في دعوة المسافر، دعوة المسافر التي ورد فيها حديث على نزاع في الحديث. السلام عليكم. طيب والدعوة في السجود، يعني لما ولدت تدعو لأخاك بجهر الغيب أو كذا، لا بأس أن تسمي أشخاصا في صلاتك داعيا لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. بارك الله فيك. هذا يا شيخ لو سمحت. نعم. أنا بضطر إن أنا بدخل للإمامة. نعم. تمام. وفي نفس الوقت كان عندي حب في الدخول، يعني أنا عندي الشغف إني أدخل للإمامة، دي فيها حاجة ولا؟ والله إذا كنت تتعدى على غيرك ممن هم أكفأ منك ففيها شيء، لكن إن كنت ترى نفسك كفءا وغيرك دونك في الإتقان فلا بأس، أما أن تتقدم وتتعالى على من هم أكبر منك سنا وأحفظ منك لكتاب الله فلست بمحمود بل مذموم. شوف يا شيخ، السؤال الأخير إلا لو سمحت يا شيخ. نعم. حضرتك، أنا قلت لك قبل كده، قلت لحضرتك قبل كده إن أنا عندي ولاد عمي وبيجوا عندي ضيوف وكده. تمام؟ ولا عم قلت لك ان ابويا يعني، انت قلت لي، انا مش فاكر قلت لي ايه، ما تقولش قلت لك انشئ سؤال جديد. خلاص. ابويا لما بيجي يعزم ولد عمي مثلا بعد العشاء، ها، ما تجيبهمش، ولو خرجت بعد العشاء ما تجيبهمش. السبب اني انا ما بصليش الايه، ما بصليش الفجر او اخر عن صلاه الفجر. طيب ابوك رجل جيد وانت عابث تضيع اوقاتك وتنام عن صلاه الفجر، فابوك اراد ان ياخذ على يديك ويسلك بك سبيل الصالحين. والنبي كان يكره السمر بعد العشاء. تمام. طيب دلوقتي بقى انا جيت عزمت شخص على الغداء. ايوه. فالشخص دوت راح عازم اربع اشخاص تانيين او خمسه. ايوه. وجاوا عند البيت، فانا قلت لهم لو سمحتوا انا مش هينفع ادخل غير الشخص ده بس. دي فيها اي شيء؟ لا ابدا، هم المخطئون. لقد دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه، يعني عائشة، قال: لا. قال: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه. قال: لا. قال: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه. قال: وهذه. ورجل آخر دعا النبي صلى الله عليه وسلم رابع أربعة فتبعهم خامس، فلما وصل النبي إلى بيته قال: إن هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له إلا رجع.
فلا يصح لذلك الرجل أن يأتي بأربعة معه إلا أن يستأذن لهم، فأنت لست بآثم. طب يا شيخ بالنسبة دي لو أنا منعته أنا كده بقيت أنا مشرك؟ أجبتك، لا توسوس علي، الله يبارك فيك، وسوستك داها معك. جزاك الله خير. وليك معك. شخص يصيب بالعين ويعترف بذلك ويقول الأمر ليس بيدي، يبرك، عليه أن يبرك، لا يبرك، اللهم بارك ولا تضر، يبرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مولاي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. يا رب دايما يا مولاي. الله يكرمك. لي سؤال سيدنا على موضوع العقيقة، هل اتفضل. البدنة تجد رأس برأس أم ممكن يشترك فيها أكثر من فرد في في العقيقة؟ الحقيقة جوز بعض العلماء اشتراك 7 بنات في بدنة كعقيقة، وثلاث أولاد وبنت في بدنة كذلك، وقاسوا ذلك على الحج وعلى الأضحية، فكما أنه يجوز في الأضحية اشتراك 7 في بقرة أو بدنة، وكذلك في دماء الحج التمتع والقران، فعليه أجازوا هذا الذي تسأل عنه، اشتراك مجموعة في بدنة بالقيد المذكور والعدد المذكور. واستدلوا أيضا بأن أنس بن مالك رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور، وفقك الله. السلام عليكم. حكم تدريس الأطفال الحروف والحساب الإنجليزي، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بحبك يا شيخ. نحمد إليك الله ونشكره. كنت بس عايز أسألك سؤال دلوقتي، لو في يعني في راجل ما بيصرفش على أولاده، نعم، يعني ما فيش، وفي منهم أولاد صغيرين وفي بنت صغيرة وواحد تالت جامعي، بيخلي أهل مراته يصرفوا عليه. فكان من فترة كان متخانق مع الولد ابنه اللي هو في الجامعة دلوقتي، قال له ان هو غلطان عليه، فهو اصلا ما بيصرفش عليه ولا اي حاجه. فهو عفوا وركز في يعني سؤالك، عفوا اعد السؤال. هو دلوقتي يعني ما بيصرفش عليه، مين هو؟ هو من هو؟ والده، وهو عايز يسافر له بره مصر، وهو مش عايز يسافر عشان دينيا وكده، ديني ما يبقاش في ظروف عائليه برضه. يعني كيف، كم عمر الولد؟ الولد عمره مثلا 20 سنه. طيب، ايوه، وابوه لا ينفق عليه. هو بيدرس مش بي ايوه، طيب هو السؤال المطلوب، ما المطلوب؟ يعني هو دلوقتي بيقول ان هو لازم يطيع والده، او مثلا ان هو الولد قطعه، فهو لازم يفضل يجري وراه، ولا لا؟ ان هو التاني اصلا يعني والده ما بيصرف عليه ولا على اخواته، بيخليه معاه الا مثلا على الناس. يعني هو يعني السؤال ما باختصار، بيجيبش خالص. السؤال باختصار، إذا كان الوالد لا ينفق على الولد، هل الولد يطيع والده؟ كان السؤال. تمام. هذه المسألة ما ب... لو في مثلا يعني والدته، يعني هو لو في تعارض حاجتين مع بعض، هو بيقول له طالما انت يا ما أخي بتحبش اصبر، والدي يا فانا أخي يا أخي اصبر علينا هسافر بس. عليك، فهو عايز يسافر له وهو مش عايز يسافر عشان والدته مش عايزاه يسافر. يعني هما الولد والوالده منفصلين. ايه، الوالد والوالدة متوفيين، وابوه عايز يسافر، لا وامه منفصلين. منفصلين. ايوه، والولد يعيش مع امه. ايوه، يعني الولد يعيش، وضح السؤال كده وهي اللي بتصرف عليه، يعني هي يا عاصم. واهلها. يا اخي صبرا عليا بس، اصبر علينا. سؤالك، ولد ابوه مطلق لامه وهو يعيش مع امه، وأبوه لا ينفق عليهم، هل يلزمه أن يطيع الوالد وهو بعيد عنه؟ إذا أمره بمعروف أطاع، وإن أمره بمعصية ما أطاع، والله أعلم. وأمه التي تنفق أولى بالرعاية، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يحفظك. أنا بشتغل أخصائي تسويق وبعمل إعلانات للشركات أو مصانع أو كذا، تمام؟ فمن ضمن الإعلانات اللي إحنا بنعملها الإعلانات بتاعت السوشيال ميديا، وعلى سبيل المثال فيسبوك، تمام؟ ف
فهو مثلا العميل انا بقترح عليه او هو بيحدد لي ميزانيه معينه، وليكن مثلا هيصرف 10,000 جنيه في الشهر، تمام؟ فانا بحدد الشغل بتاعي او العموله بتاعتي او الراتب بتاعي او الاجر بتاعي بناء على المبلغ اللي هو يصرفه. فاقول له مثلا والله انت هتصرف 10,000 جنيه، انا ليا فيهم 10%، هاخد 1000 جنيه منك. المعامله بالطريقه دي حاجه يعني أنت مضحكه. وكيل في الإعلانات ايه؟ وتأخذ أنت وكيل عنه في أنك انا تقول انا بعمل له الاعلان، انا مش وكيل، انا مجرد ان انا بعمل له الاعلان. طيب وهو راضي بهذا؟ هو راضي طبعا. اه احنا خلاص بنتفق على نسبه، انا اقول له مثلا انت هتصرف 10,000 انا هاخد 10%، هتصرف مثلا 20,000 هاخد مثلا ما دام 7%، هناك تراضي وتوضيح لا بأس. تمام. لكن المعامله نفسها مفيش فيها علاقه بالربا. أجبتك. قل اتفقنا في عقد البيع على أنه الذي يرجع في البيع يدفع 30,000 ورجع في بيع، هل يجوز لي أن أخذ 30,000؟ لا بأس بذلك، هذا بيع ليس ربا. قل محتاج أسحب أموال من البنك بس فيها ربا، اسحب الأموال والزيادة الربوية تخلص منها بالتصدق على بإخراجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. ابنة بلغت الرشد خلعت الحجاب، كيف تفعل الأم معها؟ هل تقاطعها؟ تتبع معها الوسيلة التي تراها مناسبة لها، إن من تذكير بالله، من تسليط أعمامها عليها أو والدها عليها وإخوانها عليها لردها إلى الحق ردا جميلا، وإن احتاجت إلى الهجران هجرتها في الله إن كانت البنت ممن يؤثر فيهن الهجران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يحفظك يا مولانا. وإياكم. جدتي توفت اليوم يا شيخ مصطفى. الله يرحمها رحمة واسعة. اللهم آمين يا رب العالمين. وتركت مبلغ من المال. نعم. وهي على قيد الحياة قالت المبلغ دوت بعد وفاتي للبنات، ولكن الذكور يعني ايه ما ياخدوش من المال. وصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، عليه العمل إن كان السند فيه بعض المقال، لكن عليه عمل المسلمين. تمام. يعني البنات المبلغ اللي هو المتبقي يقسم على الذكور والبنات. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. كيف تخرج زكاة المال؟ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول منذ بلوغه النصاب يزكى 2.5%. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال. تفضل. سؤالي هو، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء يذكر كل الوارد في الصحيح، يذكر كل الأحاديث الواردة أم لا؟ صباحا ومساء، أم كان يقتصر على بعضها اليوم ويذكر غيرها غدا، بحيث يكون يعني تكرار لا يجعل الأمر يبعد عن التدبر؟ والله لا أستطيع أن أقطع في ذلك بشيء، هل كان النبي يقولها جميعا؟ لكن فيما يبدو لي أن النبي كان ينوع ذلك، لأن النبي خرج ذات يوم من عند جويرية بنت الحارث، فرجع وهي تذكر الله قال بعد صلاة الصبح، قال ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فيما يبدو لي أن النبي كان ينوه أحيانا، ولكن لا تحمل لواء دعوة تزهد في الذكر من حيث لا تشعر. السلام عليكم. أعانك الله يا أحمد بن حسين. توفي أبي وله مبلغ من المال عندي، وقبل الوفاة أنا مش عايزهم، فهل علي تسديدهم؟ قال ذلك في محكم عقله،
وهل له أبناء غيرك أم لا؟ لابد أن ينظر في ذلك، قضية تسمع. السلام، يقول: هل يجوز إعطاء الأخت من مال الزكاة إذا كانت الأخت فقيرة، زوجها فقير، جاز إعطاؤها من الزكاة لأن الوالد لا يجب عليه الإنفاق على ابنته المزوجة لأنها مسؤولية زوجها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤالين يا شيخ. سلي. زكاة المال، زكاة الذهب، كيف تحسب لو أن صاحبة الذهب لا تملك إلا الذهب، لا تملك مالا ولا مرتب ولا أي حاجة يعني، طيب ما تبيعي جزء من الذهب، تبيعي خاتم وتزكي. ما كل سنة سيباع جزء. طيب لكنها تصل إلى 97 جرام واثنين من عشرة ويتوقف في البيع، لا زكاة على أقل من ذلك في عيار 21 جرام. واثنين من عشرة من عيار 21. سؤال تاني، لو زوج يتلفظ بألفاظ جريئة في غرفتي، كيف تقييم الشرع لهذا؟ يعني عفوا مع زوجتي فقط أيوه. ليس فيها سب لها ولا طعن فيها إنما إفضاء. تصريح. أيوة، لا مانع من ذلك بين الزوجين. رب العزة يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فالإفضاء الكلام بين الزوجين. هل يجوز أخذ المال من حساب جمعية عند الضرورة وإعادته بدون علم الأعضاء؟ إذا كنت أنت سترد المال في حال طلب منك بلا تأخير ولو يوم واحد فلا بأس بذلك. الله يفرج. نعم يا عبد الرحمن. لا، هو واحد فقط اللي يكون مسؤول في الغالب. أموال الجمعية تكون عنده. أحبك الله يا إبراهيم ابن عبد الله. السلام عليكم. هل البكاء ايه؟ عدم صبر على الابتلاء. لا، ليس عدم صبر على الابتلاء، يعني ليس البكاء بقرينة واضحة لعدم الصبر، لكن إذا دعوت الله وتصبرت أفضل لك. إن لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الله يعافيك، عند الله أجرك، كلما عظم البلاء ازداد الأجر. الله يكتب لك الأجر والثواب ويعافيك يا رب من عنده. طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الشيخ مصطفى؟ نحمد الله ونشكره. عندي سؤال. سل هل ذنوب الآباء يدفع ثمنها الأبناء؟ ليس بلازم. أنت لماذا؟ سبق السؤال عن هذا مرارا، وكان الجواب: ليس هذا بلازم، فإبراهيم كان أبوه مشركا، وهو عليه السلام خليل الرحمن، تمام. وقد قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال بعض العلماء: يخرج الحي من الميت قول من الأقوال، وهو صحيح أيضا، يخرج المؤمن من صلب الكافر. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ مصطفى. الله يسلمك. حكم تفصيل ملابس للنساء عند ترجي الرجال، علم أنه يجب أن يأخذ المقاس بنفسه. إذا كان يضع يده على أجزاء من المرأة الأجنبية لا يجوز له ذلك. أما إذا كان يقيس مجرد قياس بدون خلوة وبدون أن يمس شيء من جسمها، وليته تكون عنده امرأة تأخذ المقاسات، يكون أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، معلش عندي سؤالين. سلي. أول سؤال، أنا بإذن الله رايحة عمرة من الرياض.
ان شاء الله ان شاء الله. فانا الصبح مسافره من الرياض لجده، ان شاء الله. بس العمره مش بكره باذن الله، العمره بعد بكره. طيب ماشي. فانا هبات في جده يوم، فهل انا كده هحرم في الطياره من لما تعدي على اي الطياره؟ نعم هبات نعم في الطياره، انا ايوه مش انت محرم من الطياره، هل كده ابات بالاحرام عادي؟ تباتي بالاحرام عادي. يعني ما يعني لو خرجت مثلا او اكلت او كده ما يبطلوش ولا اي حاجه؟ هو الاكل يبطل الاحرام؟ الاكل لا يبطل يعني الاحرام، انا خرجت يعني بره او رحت تجمعات حتى مثلا. هذا لا يبطل الاحرام. طيب استخدمي الصابون يا شيخ بس من غير ريحه عادي؟ عادي من غير ريحه. طيب وهل يشترط الوضوء يا شيخ وضوء ليه؟ لنية الاحرام في الطياره؟ لا يشترط، استحب ولا يشترط. يا ماشي. طب يعني اصلي بقى ولا لما اروح الفندق مثلا اصلي ركعتين؟ لا يلزم ان نصلي ركعتين للاحرام، دي يعني ليست بلازمة. ليست بلازمة. نعم طيب معلش في سؤال تاني، معلش يا شيخ. تفضلي. إيه لو حصل معلش اللي هو مثلا حصل يعني الجنابة لا إرادية أثناء النوم وأنا محرمة، لا ممكن شيء عليك، لا الطفل؟ شيء عليك، نعم لا شيء عليك، وأصحى أغتسل عادي؟ عادي. شكرا الله يبارك لك، الله وياك يبارك لك. وياك. واحد من الإخوة المعلقين يقول الآزر ليس بأبو إبراهيم، هذا يكذب القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، قال إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ماذا تريد بعد هذا؟ تريد الفلسفات الفارغة التي لا دليل عليها؟ انتبه يا متكلم، لا تسمع كلام واحد وتردده دون برهان من كتاب الله وسنة من سنة رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل الجد يحجب الميراث؟ يحجب الأبناء الإخوة يعني ولا إيه؟ ولا هو رجل ابنه توفى. طيب. وابنه كان له أولاد، فهل أولاده يعني هل او يعني هل اولاد الولد ده يرثوا جدهم ولا الجد عايش؟ لهم اعمام؟ له اعمام اه، له اخ اخوات اه. انت تقولين اذا مات الجد هل يرثوه الاحفاد؟ لا مش اذا مات الجد، اه بعد كده، لاني قلت انا بسالك سؤال يعني، وضحي السؤال، وضحي السؤال مره ثانيه. ها معلش يا شيخ انا يمكن متلخبطه، هو ابنه مات في حياته، اي الاب، لا الجد، ابو الولد اللي ميت الذي هو جد الاطفال له السدس، والباقي للذكر مثل حظ الانثيين. مع السلامه. شكرا. حكم من مات اثناء اقامه حد الزنا عليه، من مات اثناء اقامه حد الزنا عليه، نسأل الله أن يأجره، خلاص نتطهر. في بصدد إخراجه يا أمين مش أيمن، مش فاهم حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم ثابت في صحيح مسلم. السلام عليكم. لا أنصحك بالعمل في هذا الباب، يعني تتاجر في البرامج المقرصنة أو هي وسيلة معينة على أعمال أخر. ها؟ أعمال أخر أو هي أو أصل عملك التجارة في الأشياء المقرصنة. ليس بالتسويق. شو لم أسمع. هل يجوز الأخذ عن الأشاعرة مثل النووي؟ النووي غفر الله له ورحمه الله ليس أشعري في كل بكل مراحل الأشعرية، هو المأخوذ على النووي تأويله لبعض الصفات، تأويله لبعض صفات الله سبحانه، لا يقبل قوله في هذا الباب، إنما في الفقهيات يجوز أن تقبل منه في الفقهيات،
لكن إذا قرأت مسلما بشرح النووي اتقي أمرين، اتقي التصوفات والصفات، كلامه في التصوفات وكلامه في الصفات. أما بعد ذلك كرجل فقيه فهو فقيه شافعي. السلام عليكم. هل تشترط الكفاءة في النكاح؟ هي تستحب أما كشرط الله. حديث يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره ثابت صحيح. حديث نعيم بن همار الغطفاني عند الترمذي وأحمد وغيرهما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا. نعم. حكم شراء شقة التمويل العقاري. فيها شروط ربوية، إذا اتقيت الشروط الربوية جازت، وإلا هي فيها شروط ربوية. جزاكم الله خيرا. وياكم. هل يجوز أن أصلي المغرب والعشاء جمع تقديم لو كنت رايح درس وأتأخر عن وقت العشاء للضرورة القصوى؟ صحة حديث تغرب الشمس على قوم وتطلع على آخرين لا أعلم له أصلا. كيف تقسم تركة الأم ولا 8 بنات فقط؟ علم أن الأب مات قبلها، بقي من الأخوال 2 ذكور، هل يرث معنا؟ نعم، البنات لهن 2/3 والباقي لأخوال البنات الذين هم إخوة الأم، هم ولدان كل واحد له 1/2 المتبقي. بعد أن تأخذ البنات حقوقهن. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مان جليل. عليكم السلام. الو. نعم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ بارك الله فيك، انا عندي سؤال في مسألة زعما شخصية، معليش اطرحها عليك على المباشر. انت حرة، انت ادرى بمسألتك، لكن مسألة فيها خدش حياء لا نقبل. مسألة فيها طعن في احد لا نقبل طعن في احد. يا شيخ بارك الله فيك، أنا كنت متزوجة من شخص وأنا لم أكن ملتزمة بأحكام الدين أو هيك، كنت عايشة مثل أي مغتربين يعني بعيدة عن الشريعة. فبعدين الحمد لله رب العالمين من علي الله بالتوبة، وهذا زوجي يعني مدمن يسكر وياخذ مخدرات وهيك. فأنا بعدين قلت له ما بدي تدخل، مش عاوزة إنك تدخل على بيتي وانت هيك بتمارس السكر وهيك. فهو طلع من البيت وانا ضربت منه الطلاق، هو ما بيقول لي في وجهي، ما قاليش في وجهي انت طالق، ولكن انا عندي مكالمة له مع امرأة زوجة اخوه يقول لها انا اقسم بالله طلقتها بالثلاث، ما حكمي انا دلوقتي طالق؟ هلا عفوا 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 سلي، هل انت طلقتني ام لم تطلقني؟ يقول لا انا لا لم اطلقك ولا اطلق. خلاص لا تبني على هذا الذي سمعته. ماذا افعل يعني؟ لا ما في شهود على انه طلق. المرأة الواحدة لا تكفي. مكالمة في تليفوني. لا، المكالمات ممكن العبث يتم فيها، وقال ما طلقت. كيف افعل يعني حتى اتطلق منه؟ ارفع قضية خلع، اختلعي منه. متزوجة منه في ألمانيا على سنة الله ورسوله. ممكن يكون الخلع جائز. الذين زوجوكم يفارقوكم، ينظروا القضية ويتمموا الفراق. الرجل الذي زوجك إمام المسجد ترفعين عنده قضية تقولين أنا أطلب الخلع من فلان، هذا مهري الذي أنا عملت هيك الشيخ، وهو ما بيجاوب، الإمام حاول وما بيجاوبوا. لجنة تجلس الذين زوجوكم أو لجنة أخرى موكلة تجلس والتي تقرر ما دمتم لم تسجلوا، وأنت مخطئة أيضا. السلام عليكم. هل صحيح أن الزوجة إذا مات وزوجها غضبان منها دخلت النار؟ لا يلزم، لا يلزم ذلك، أنه غضبان بباطل، طلب ما ليس من حقي فأبت،
غاضب عليه، لا تأثير لغضبه في كل الأحوال. مرويات أبي الزبير عن جابر صحيحة إلا ما استثني يا يوسف. أبو الزبير أدلس ويعنن، لكن العنانات التي لو في صحيح مسلم قبلها كثير من أهل العلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندي السؤال بعد إذنك. اتفضل. بالنسبة للعلاج بالطب النبوي مثل الحبة السوداء والعسل والكلام، نعم، ده ليه أطباء؟ نعم؟ ليه أطباء صح؟ يعني كلها تجارب كلها. طيب احنا لو حابين نلجأ لحد للأطباء كده، مين هم؟ لا أدري. خلاص شكرا. تمام. هل الشاه عفوا او سبب هذا ان تجزي عن الولد؟ لا يا احمد بن ربيع، الولد شاتان والبنت شاه. حديث ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء به عله، والعله سببها انه من طريق عبد الرحمن بن يزيد، واختلف في نسبته، هل هو ابن جابر الثقه كما ورد في بعض الكتب منصوصا عليه، أم ابن تميم كما رجح البخاري وأبو حاتم الرازي. وابن تميم مجهول، وأختاروا قول الإمامين أبي حاتم والبخاري، فعليه الحديث ضعيف ولا أعلم له شواهد، بل الشواهد أقصد لهذه الجزئية. على عكس ذلك، لأن النبي قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. السلام عليكم. مرحبا يا ميسرة بن جلال، بل الشيخ جلال السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الإمام العلم. الله يغفر لنا ولكم، لا تسرف على نفسك ولا علينا، تفضل. لا أسرف ولكن أحب أن أعطي الفضل لأهلي. الله يغفر لنا ولكم، تفضل سؤالك. سيدي حضرتك عقبت على معلق وأنا الذي علقت، وقلت بأن آزر ليس أبا إبراهيم. أي أنت زعمت ذلك. أنا طيب، هل تجوز قراءة القرآن والمرأة حائض؟ جوز هذا بعض أهل العلم وهو جائز. الاحتراز في مس المصحف تمسه بحائل أحوط وأبعد عن الخلافات. أما حديث علي الذي يستدل به على المنع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بثابت عن علي رضي الله عنه. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي سؤالين بس. تفضل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم رحمة الله عليه. كان خارجيا؟ لا، ما نستطيع أن نقول كان خارجيا، لا. الخوارج لهم أفكار يكفرون بالمعاصي ويكفرون، لا نستطيع أن نقول كان خارجيا. وهل صح عنه الموقف أنه يعني عندما جاء الحجاج يعني جعلهم يقولون الشهادة ويقولون أنهم كانوا مشركين من قبل ذلك أم لا؟ لا أعلم والله شيء من هذا. هذا الشيخ السؤال الثاني، هل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، الله يكرمك وبارك الله في عمرك وإياكم. اللي يتوضى اللي بيغسى على الشراب والشراب بيتبل من تحت، أعرف أن حكم حضرتك على المسح على الشراب حضرتك بترفض، بس في ناس بتخش الأرض مبلولة وبيمسح على الشراب والشراب بيتبل من تحت فالله بتوصل للرجل، فهل المسح هنا يجوز؟ والله هو المسح عند المجوزين له يجوز، حتى لو الشراب يتبل من تحت، حتى لو تبل من تحت، لان ما عندنا نص يقول ذلك، ما عندنا نص يقول ان الجورب اذا بل من اسفل لا يجوز المسح عليه. لا. الله يسلمك. جزاك الله خير. وياك. لا، صلاة الوتر مستحبة، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في يوم وليلة، فقال سائل قال السائل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع.
فالوتر مستحب ليس بواجب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. مصطفى أنا حضرت معاك جلسة تصالح في الحرم وأحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، مرحبا بك. أنا مش هطول عليك، رجل تزوج من أرمل عندها بنتين. وبعدين عاش معاها شهر شهرين ما دخلش بيها لأنه قال أنا صحتي تعبانة وأنا هطلقك. فجاب واحد وقال أنا أشهدك إن أنا بطلقها، أنت طالق بالتلاتة. وإداها حقوقها، وهو على فكرة كان متزوجها بدون عقد، يعني ورقة عند محامي، لكن كان عامل إشهار وأبوها كان عارف وإخواتها وكله كان عارف. في فترة العدة كان لانه كان تقريبا بيديها فلوس او حاجه، فكان كل يومين ثلاثه بيكلمها مكالمه ثلاث اربع دقائق. وبعدين في مره الاخيره قبل الحيض الثالث طلع عندها البيت وقالوا معك. طلع عندها البيت وفضل جالس في البيت يمكن ساعه او كده. وبعدين قال لها شف النقاب، فقالت له لا. فقال لها طيب تعالي ندخل اوضه النوم، فقالت له انا عندي عذر، وهي ما كانش عندها عذر. هي سالت في الازهر هو كده ردني ولا لا، ففتوه الازهر قالوا لها هو كده يعتبر ردك. انا سؤالي لحضرتك، هو كده يعتبر ردها؟ انت تقول لم يدخل بها، حصل؟ لم يدخل بها. تمام. وتقول انه طلقها بشاهد واحد، هل هو ينكر انه طلقها؟ لا ينكر. اذا ليست بزوجة له. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. فليس لها عدة ما دام لم يدخل بها. هذا اذا تغاضينا ايضا عن انه تزوج بدون ولي. نعم ليست بزوجة له. طيب يا شيخ، لو فرضا دخل بيها وحصل اللي حصل ده في فترة العدة يعتبر ردها؟ اي، ما قال لها رجعتك. لا، هو لم يقل رجعتك. ماذا قال؟ ولا اي شيء. هو لم يرى، يعني الغي السؤال الاصلي كده الان. امرأة مدخول بها، حتى لا تختلط على الناس الذين يسمعوننا الأقوال. نعم. اطرح ما قلته كله. رجل تزوج امرأة. أيوة. نعم. زواجا صحيحا. نعم. ودخل بها بزعمك. نعم. دخل بها ثم قال لها أنت طالق. نعم. وهو في هذه الحال لا ينكر أنه قال لها أنت طالق. لا ينكر. وبعدها لم يراجع لا بقول ولا بجماع. ايوه نعم. لم يراجع لا بقول ولا بجماع، ليست. نعم. بزوجته اذا انتهت العده. إيه ليست زوجته اذا انتهت العده. اي نعم. ايوه نعم، جزاك الله خير. لانه لم يراجع لا بقول ولا بجماع. ايوه نعم، لم يراجع. نعم. لا بقول ولا بجماع. نعم، سامعي. ان تقول عندي بنات هل ينفع كتابه ارض لهن؟ لا ينفع. البنات جعل الله لهن ثلثين، فانت تكتب لهن الميراث كله ظلمت سير الورثة. انتبهي، لا تضر دينك من اجل بناتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، عايز اسأل على كتاب حديث اللهم يا اللهم عفوا، هذه السؤال تفضل. صحة الحديث اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني. اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني، لا مانع منها أبدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا خير الرازقين ارزقني، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا وهاب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كل هذا جائز. السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بعد إذن حضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا عرفت، أنا بروح حاجات بالقسط، وعرفت يعني الحاجة اللي أنا الموقف يعني اللي أنا عملته إن دي ربنا يعطينا ربا. فهل المكسب بقى اللي أنا خدته دوت أعمل فيه إيه؟ أنا مش هقدر أرجع السلعة من الناس بعد ما خدوها. تصدقي بجزء منه وربنا يتقبل. بارك الله فيك. يعني الجزء ده ليه نسبة محددة؟ لا 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 لا، جزء انت تحدث به القناعة انك تحللتي، انا كنت جاهلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك. شيخ مصطفى، دلوقتي انا مسافر ان شاء الله من الاسكندريه للمنوفيه. هسافر مثلا وقت صلاه الظهر ان شاء الله. هوصل بعد صلاه العصر مثلا بساعه او في الحدود دي، هل ينفع اصلي العصر جمع تقديم مع الظهر؟ في بلدك او بعدين خرجت من البلده؟ ايوه من الاسكندريه ان شاء الله، من الاسكندريه هسافر المنوفيه، بس انا يعني خايف على وقت صلاه العصر يعني. يعني اذن المؤذن لصلاه الظهر وانت تريد ان تصلي العصر معه في بلدك. تمام، انا هنتظر لحد صلاه الظهر ان شاء الله عشان اصلي الظهر، وبعد كده هسافر على طول. يعني هتصلي الظهر مع العصر؟ فكنت عايز، هل يجوز ان انا اجمع العصر؟ ما انا بسالك سؤال بس، يعني سؤال. ثبت عن النبي عليه السلام أنه كان إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم ارتحل. ده عن رسول الله. لكن أنا بسأل سؤال آخر ينبني عليه الحكم، متى ستصل إلى المنوفية؟ يعني من الإسكندرية للمنوفية حوالي 3 ساعات مثلا. يعني لا تصل العصر، صلي العصر في وقت في المنوفية الله يحفظك. إلا إذا خرجت من الإسكندرية وصليت الظهر والعصر في الطريق كمسافر لك ذلك، لكن تصلي العصر وأنت في بيتك لا تفعل، إلا إذا كان وقت العصر سيخرج منك. لا أنا بتكلم على الأذان اللي هو مثلا وقت التوقيت بتاع العصر. ما أنا كلمتك هو الآن الكلام واضح. الأذان. افهم الكلام، الكلام واضح. ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم انصرف. فأنت الآن ستدرك العصر في أول وقته في المنوفية، فصلي في المنوفية. طب وصلاة الجماعة مثلا أو صلاة المسجد؟ الجماعة لا تجب على المسافر. نعم. السلام عليكم. ما حكم شقق الأوقاف من أي ناحية يا هيثم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنت الشيخ تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك على كتاب في الأحكام اسمه فتح الغفار، الجامع لأحكام سنة نبينا المختار. لا أعلم عنه شيئا. طيب هل في كتاب جامع للاحكام، كتاب كبير؟ كتاب فقهي يعني ولا ايه؟ كتاب فقهي، احاديث الاحكام. كتاب في كتاب جامع لاحاديث الاحكام يعني. في عدة كتب في هذا الصدد، اتصل بي ارشح لك كتاب بس الذي يتناسب مع مستواك ان شاء الله. تمام، انا بتصل بحضرتك على التليفون المحمول ما بي. ان شاء الله نرد، بس اصبر علينا بس من اجل ضغط العمل. جزاكم الله. تقول يوم وفاة أبي نزل المعيش في المكنة، المعاش في المكنة، هل يعد من إرث أم يصير إلى زوجته؟ المؤخر دين عليه، المؤخر دين عليه وللزوجة، والمعاش في المكنة معاش ورث للجميع. بارك الله فيكم. الصلاة على السجادة لا مانع منها يا أخي الكريم، ما فيها أي مشكلة. ما أدري إيه الأسئلة الغريبة. السلام عليكم. عليكم
السلام عليكم وبركاته. نعم. أهلا بحضرتك يا شيخ، كنت عايزة أسأل على سؤال بعد إذنك. اسألي. أنا قدمت كمدرسة في مدرسة خاصة واختارونا أنا وأربعة تاني معايا كأفضل المتقدمين. طيب. اشتغل مننا اثنين واتبقى أنا واثنين آخرين. طيب. وبلغونا إنهم بيحتاجوا معلمين تاني أو أعداد الفصول زادت خلال الأيام اللي جاية، فهيختاروا مننا إحنا متبقين الثلاثة. طيب. والدي اتصل بحد هو عارفه دي منصب في المدرسة، فوافق ان انا اروح المدرسة كمدرسة، فانا بسأل حضرتك هل انا كده باخد مكان حد تاني؟ هم يعني عفوا، هم طردوا الاخريات الاثنين اللي اختاروهم؟ هو ما طردوش حد، بس اتبقى انا واثنين اخرين. ايوه انا افهم، لانه هيختاروا مننا. ايوه مدرسة خاصة. أيوة. لكن ما طردوا امرأة وأخذوك مكانها؟ لا 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 بأس، لكن في الحكومية لا يجوز هذا. الصلاة في أول وقت أفضل من انتظار جماعة بالنسبة لنا كنساء في البيوت. لا، في أول وقت أفضل، تصلين النافلة وتتبعها بالفريضة، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هل يستعيد المأموم قبل قراءة الإمام الفاتحة في الصلاة؟ نعم يستعيد، ما في مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا فندم الشيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. دلوقتي في شاب كان رجع من الكويت أول امبارح، عربية خبطته. إنا لله وإنا إليه راجعون. شاب عنده 35 سنة. الله يرحمه رحمة واسعة يا رب. فدلوقتي الولد اللي خبطه ولد عنده 17 سنة، الولد ربنا يهديه، يعني هو ولد يبدو عليه ان هو مستهتر، والده معاه فلوس جاب له العربية، فالولد عنده كذا مشكلة لما سألنا عليه، يعني ولد ليه عبيش. طيب السؤال، فطبعا النيابة عملت القضية دي جلسة فيها بكرة ان شاء الله. اهل المتوفي رافضين ان هم ياخدوا الدية ورافضين الصلح ورافضين اي حاجة. طيب المشكله ماذا يريدون؟ يعني عارفين ان هو مش هياخد اكتر من 3 شهور سجن مثلا. يعني ماذا يريدون؟ نعم، ماذا يريدون اهل الميت؟ ماذا يريدون؟ هم مش عايزين ياخدوا ديت، احنا ننصحهم ياخدوا ولا ما ياخدوش؟ الميت له اولاد صغار؟ لا. لم يتزوج؟ لا لا. ابوه وامه على قيد الحياه؟ امه واخته. امه واخته. ايه. ابوه منفصل عنهم وما يعرفش عنه حاجه بقاله زمن يعني. ابوه؟ اه. لكن له في التركه. هو له في التركه، بس احنا بنتكلم في حته، يعني كل الناس اللي رافضين الديه بيقولوا ان الولد ده لو خدنا منه الفلوس هيبقى هو فاهم ان هو يقتل اي حد ويدفع فلوسه وخلاص. لا لا مش كده، لا 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 مش طرقه. هذا لا يوصف بانه قتل عمد. هذا ان وصف اقصى ما يوصف به قتل شبه عمد لإهماله، لكن التوصيف الأصح أنه قتل. أيوه تأتي عقوبة أخرى، عقوبة أخرى إضافية، لأنه دخلنا في شبه العمد، كمثلا شخص يقود سيارة، إذا صدم واحد خطأ عليه الدية، لكن إذا كان يقود السيارة ويعرف أن ليس فيها فرامل جوامح، فالحكومات الآن تفرض غرامة أخرى، غرامة أخرى يقدرونها بناء على قدر الخطأ المتعمد. أيوه ممكن تأخذون منه الدية. احنا ننصح أهله بإيه يعني؟ يأخذون الدية. ويعملوا له مسجد، إذا مش لا يريدونها ينشئوا مسجد للميت. أيوه. الله يسلمك. ماشي يا شيخ. الله يسلمك. هل يجوز تصديق شخص وتكذيب الآخر الموقف ما حصل دون دليل أو شهود من كليهما؟ لا، على حسب القرائن، هل القرائن موجودة ترجح قول أحدهما أم لا ترجح؟ فعندنا شاهد يوسف قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نعم.
إسحاق بن راوي قال الإمام أحمد في شأنه إسحاق عندنا إمام، إسحاق عندنا إمام، قاله الإمام أحمد بن حنبل. ليس هناك حديث ثابت خذوا الحكمة ولو من أفواه المشركين لا يثبت، لكن كمعنى معنى يثبت، نأخذ الحكمة من أتى بها. أحبك الله يا محمد بن جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. كيف الحال يا شيخنا؟ أحمد إليك الله وأشكره. بارك الله فيك. وفيك. يا شيخ كنت بسأل عن حكم الطعام الدار. حكم إيه؟ حكم أكل طعام الجار؟ دار يعني إذا تاكل مثلا تناول السكر يضر بالصحة. الدار بالصحة. حكم أكل الطعام الضار. الضار بالصحة. الضرر النسبي. يعني لا تستطيع أن تحرم السكر من أجل أن بعض الناس يتضررون بالسكر، لكن نقول له ابتعد عنه لأن مسألة الضرر النسبي. إلا إذا كان في المسألة نص من كتاب أو سنة كالخنزير مثلا. لا أما في واحد إذا كان ثابت مثلا من كلام بعض الأطباء. لا يعني في واحد الفل المدمس المصري يتعبهم، لكن لن نستطيع أن نقول إن إذا أكل الفل المدمس حرام عليه، لكن نقول له الأفضل ألا تأكله. طيب يا شيخ المقصود بالآية كل مما في الأرض حلالا طيبا. طيب حلالا طيبا. طيب إيه؟ ها؟ المقصود كلوا مما في الأرض، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا طيبا لها معاني أكثر من معنى. حلال الطيب ما لم يرد نص بتحريمه وما لم يكن من الخبائث، ويكون مما تستطيبه النفوس. طب معلش يا شيخ، التدخين حكم التحريم في التدخين بسبب أنه ضار بالجسم. التدخين مضر، لكن اتفقت الكلمة على ضرره، لم يختلف فيه، ما قال أحد أن فيه فائدة. والله سأقول لك شيئا، أنت كم عمرك؟ عمري 30 سنة، 31 سنة. بتشرب شاي من كم سنة؟ بشرب الشاي يعتبر في آخر فترة مبطل، وباقي أنا مبطل. لا يعني استمريت تشرب شاي كم سنة؟ بشرب شاي يعني شفت 5-6 سنين من حياتي، يعني ما كملتش مع الشاي. في ناس طول عمرها تشرب شاي وما تضرر. ما نستطيع أن نحرم السكر. انت يعني تصل بنا الى ماذا؟ ما ادري ما شانك. السكر حلال اكله اذا كان بعض اشخاص يتضررون. عن يعني حكم تحريم السجاير محرمه بسبب انها ضرر. بالله لا تجادلني اكثر من ذلك. اذا كان الطعام سيضر بشخص نصحناه بالبعد عن هذا الطعام المضر. ممكن السمك يضر بعض الاشخاص، ممكن اللبن يضر بعض الاشخاص، لكن ليس معناه انه حرام. حديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، سنده ضعيف. حكم العثور على مبلغ مالي، إذا كان المبلغ كبيرا عرفه لمدة سنة، إن جاء صاحبه إلا استمتع به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم الشيخ. الحمد لله. الله يبارك في عمرك، ربنا يبارك فيك وينفع بيك يا رب. وإياك. وإياك، تفضل. اللهم بارك. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، أنا عندي بس سؤالين. تفضل. السؤال الأول لو تكرمت، يعني فكرة إن الواحد ياخد مذهب في الدين من المذاهب الأربعة، يعني إن هو يختار مذهب. ليس بواجب ذلك، لم يأمرنا الله بذلك، ولم يأمرنا الرسول بذلك. نعم. أي، وليس أحدهم بمعصوم. تمام. نعم. تمام. الله يسلمك. سريعا يعني تسمح لي بس من وقتك يعني. اتفضل. من نص دقيقه يعني. انا ليا صديق هو تزوج وطلق زوجته 3 طلقات. طيب. تمام. متفرقات. هي دلوقتي يعني عندهم رغبه هما الاثنين ان هما يرجعوا لبعض. فشافت حد
زي محلل ان هو هيتجوزها لفتره عن طريق واحده صديقتها يعني، وترجع تاني لزوجها الاول ده. فدلوقتي احنا عايزين نعرف من حضرتك، هل هي كده عليها اسم ان هي عملت كده، وهل في كفاره للامر دوت؟ الزوج الاول هل شارك في هذه العملية بأية صورة من صور المشاركة؟ لا ما شاركش خالص. ما شاركش لا من قريب ولا من بعيد ولا بالتعريض ولا بالتصريح. لا ولا أي حاجة، ولا بالتصريح ولا أي حاجة. لي... طلب منها الأمر دوت، بس هي عن طريق صديقتها ديت شافت الراجل ده. ليس عليه اسم، لأنه ليس بمحلل ولا محلل له. لم يشترك في القضية. أما هي فالعلماء لهم في شأنها وجهان. نعم. أحدهما أن المرأة ليس لها شأن في التحليل. نعم. ليس لها كبير رأي. لأن الطلاق بيد الزوج الجديد، الزوج الجديد هذا هو المتحمل الجريمة. أنه دخل على سبيل التحليل. نعم. والنبي لعن المحلل. المحلل له لم يقصد، لم يذهب إلى هذا ولا يعرف ولم يشارك كما تفضلت. هي هل تأثم هي أو لا تأثم هي؟ ورد أن امرأة الفاعل القرظي طلقت فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت تشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم بشكوى معينة يعني. قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فهذا قوله لعلك تريدين، وهي ظاهر امرأة أنها كانت تريد ذلك، لكن فليست إرادته هنا لها كبير اعتبار، لأنها امرأة والطلاق بيد الرجل، والله أعلم. معلش يا مولانا، آخر حاجة في ثانية لو تكرم. ها. هي دلوقتي يعني ده مش جواز بشرط أن هي تشترط على الرجل ده ليه؟ هي ما اشترطت، ولو اشترطت الزواج يبطل. أو عفوا الشرط يبطل والزواج يصح. يعني ممكن أن يخدعها. عفوا ويمضي الزواج. وأذكر لك مثالا حدث، وإن كان سنده مرسل. كان هناك، وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في مسألة الزواج بنية الطلاق، كان هناك رجل قرشي متزوج بامرأة قرشية في زمن عمر، فطلقها ثلاثا. فلما طلقها ثلاثا بحثوا عن حيلة كي ترجع إليه، فذهبوا يستعينون بعد الله بعجوز كالتي تفعل هذه المرأة. فذهبت العجوز إلى رجل كان يقم المسجد، يعني يجمع القمامة من المسجد، وكان يلبس ثوبا مرقعا، يلبس ثوبا مرقعا برقعتين مقطع برقعتين. قالت له: يا ذا الرقعتين، هل لك في أن تتزوج امرأة ليلا وتزوجها إذا طلع الصبح ونكسوك ثوبين جميلين؟ قال: لا مانع. فتزوجها ودخل بها، فاغتبطت به في الليل، وقالت: اسمع، هم دخلوا على أساس اشتراط من أهلها، سيطرقون عليك الباب في الصباح، وقل لهم لن أطلق، واشكوهم إلى أمير المؤمنين عمر. فلما جاء الفجر زبيم يطرقون الباب: اخرج اخرج. قال: هذه زوجتي، ما أنا بخارج، مع أنه دخل على شرط، فالشرط بطل. وذهب وشكاهم إلى عمر، فأتى عمر بالعجوز وأوجاعها ضربا، العجوز التي دخلت في الموضوع، وقال له: ابق مع زوجتك. وكان إذا قبله يقول: سبحان من كساك ذا الرقعتين. حكم قولي: توكلت على الله ثم على فلان. لا يجوز مثل هذا، لا يجوز أن تقول أن متوكل على الله ثم على فلان. توكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويدل على هذا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ثم قالوا: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله وبركاته.
ماذا عندك؟ ألو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لحضرتك يا شيخ. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا رب. وفيك يا رب. وياك وياك. في حوار حضرتك، معلش أنا عايز أتكلم بسرعة عشان ما أطولش على حضرتك. كان في حوار حضرتك كنت تكلمت فيه، إن هو أنا بتحدث بالقرآن، يعني أنا بقرأ بحاول أقرأ القرآن وأتدبر معاه. وبكلم الناس بعد كده بكده، بخاف إن أنا أكون إيه، هو يعني ما تحدث بالقرآن حتى صوت وهو مخطئ، ما دام أنا مش جايب الكلام من بره يعني. فحضرتك مش جايب الكلام من كتير يعني. فحضرتك كنت، كان في واحد بيقول لك إن هو بيحاول يتفهم القرآن، فحضرتك قلت له اديني أمثلة يعني. معايا يا شيخ؟ معاك، ادخل في السؤال رأسا. زي مثلا صوت الكهف، بشعر ان يعني انا مثلا صوت الكهف شايف حاجه دايما بتكلم فيها، ان ربنا بيوضح لنا ان في حاجات بتحصل للانسان بسبب وفي بدون سبب، وفي يعني في سبب يتوقف تماما زي ما توقف مع اهل الكهف، والسبب بيبقى غير مرجي زي ما كان في القصه بتاعت سيدنا موسى مع سيدنا خضر عليه السلام، عليهما السلام يعني. واللي فيه حاجه كل حاجه بسبب، زي قصه سيدنا ذو القرنين، ان ربنا اداله من الاسباب كل شيء، فادع لكل سبب سببه يعني، ادع لكل بس قبل. يعني بس اختصر لان الوقت ضيق، ما السؤال باختصار؟ السؤال التحدث لما اشعر ان يفتح علي الله القران. انا اقول لك شيء، تفضل. انت خير ام الصحابه؟ الصحابه طبعا. الصحابه رضي الله عنهم تكلموا احيانا باشياء وفهموها خطا فصححها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. مثال، الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فنزلت، فقال الرسول عليه السلام ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ليس الظلم المعني بالظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. عائشة سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال عائشة ذاك العرض، يعني عرض الأعمال، أنت عملت كذا يوم كذا وكذا، ليس من نوقش الحساب عذب. عدي بن حاتم الطائي لما نزل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الابيض من الخط الاسود، اتى بخيوط وضعها تحت راسه تحت المخده. فهم اعلم منا وافضل منا، ومع ذلك صوب لهم النبي عليه السلام امورا. فانت اذا انطلقت بمفردك وبعقلك، انا عقلي يختلف عن عقلك، وعقلي الكبير يختلف عن عقلي الصغير، والناس منهم عباقرة منهم مجانين، وبين ذلك أقوام. فإذا تركنا لكل شخص أن يتكلم بعقله في القرآن دون ما ضابط، خرجت لنا في تفسير الآية آلاف الأقوال على قدر البشر، لأن البشر مختلفون في القدرات. لكن القرآن لتفسيره أصول، تفسير القرآن بالقرآن، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بأقوال الصحابة الذين نزل عليه القرآن على نبيهم وفيهم، بأقوال التابعين بما تقتضي لغة العرب هذا. لكن كل واحد ينطلق كيف يشاء في تفسير القرآن بمعزل عن قراءة التفاسير، هذا ضرر عظيم على الشخص. يعني هل أمتنع تماما عن هذا الأمر؟ لا، اقرأ اقرأ، تعلم دينك، اقرأ أقوال علمائك، اقرأ علماء أئمتك، يعني اقرأ أقوال العلماء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اقرأ مثلا. كذلك ورثناها قوما آخرين، من هم؟ لا تخترع، قوم آخرون كذلك ورثناها بني إسرائيل. فأنصحك أن تستزيد علما. الخواطر لا تصلح في كل الأحوال أبدا، الخواطر، لأن خواطري تختلف عن خواطرك، تختلف عن خواطر فلان، تختلف عن خواطر فلان. فإذا قال كل بما يريد حصلت مهازل في التفسير كما نرى. طيب،
واحد يجي يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يقول دابة الأرض تكلمهم، تكلمهم هذا قوله تجرحهم، إذا دابة الأرض الجراثيم. نقول أنت رجل مخرف، لأن دابة الأرض من الأشرات الكبرى للساعة. دابة الأرض من المفهوم منها أن هي دابة محدش يعرفها قبل. أيوة كده المفهوم، لكن في من يؤولها بالجراثيم ويطلع على الإعجاز العلمي ويقول إنها الجراثيم. انتهى الوقت يا عبد الرحمن، أرني أنه انتهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا مولانا، أنا اللي كنت بكلم حضرتك بخصوص الأخت اللي هي هتعمل زواج المحلل، فرددت الخط قطعا للجمعية. ما أنا خلاص أجبتك بما فيه كفاية. نعم نعم يا مولانا، هو بس أنا بس آخر استفسار، يعني هو يجوز إن هما يرجعوا صح؟ أي يجوز له أن يرجع له، لأنه ما شارك الأول، ما شارك في التحليل ولا يعرف عنه شيئا. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أسكننا الفردوس يا رب العالمين مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين وهدهم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا كريما وقولا طيبا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أصلح شؤون المسلمين واحفظهم جميعا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فك أسر المأسورين من المسلمين، وألف بين قلوب المؤمنين، ورد غائب المسلمين، واكشف الكرب عن المكروب من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا كل كرب وأذهب عنا كل هم. اللهم نور قلوبنا ونور أبصارنا ونور صحائفنا ويمن كتبنا. اللهم اغفر زلاتنا وأقل عثراتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا ونور دروبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، واهديهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم يا ربنا اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك، اجعلنا يا ربنا سامعين مطيعين لك، اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك، اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين، وسامعين مطيعين لرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجعلنا عبيدا لك حق العبودية يا رب العالمين. اللهم اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اكفنا شرور الأشرار وكيد الفجار، واكفنا طوارق الليل والنهار يا رب العالمين يا عزيز يا غفور. رضينا بك وليا يا رب العالمين، ورضينا بك نصيرا، ورضينا بك وكيلا، ورضينا بك ظهيرا. اللهم اجعلنا مع الصالحين، وتولانا فأنت تتولى الصالحين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم اهد قادة هذه البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومستمسكين بكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اصرف عنا وعن المسلمين كل مكروه وكل سوء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.